اختلف الزمن فتغيرت الوجوه، لكن الأهداف والمبادئ كما هي لم تتغير أو تتبدل. اللواء أحمد قرحش أحد ضباط تنظيم الضباط الأحرار وأيقونة الثورة السبتمبرية التي لم تأفل إلى الآن، يشارك اليوم أبناء صنعاء في الاحتفال بمشروع الجمهورية الذي ألهم له مع زملائه في العام 62-900 لإخراج اليمنيين من بوتقة السلالة وطغيانها وإفكها وتسلطها. وعلينا أن ندرك أهمية القول في وحدة الصف، ففي حالنا هذا وضع صعب وأمام عدو فعلا لا يريد إلا أن يمرر ما يجب أن يراه، وفي زمن يريد أن يرد إلينا زمنه، وهو زمن الإمامة التي تخلص منها شعبنا في يوم 26 سبتمبر. منذ أيام تشهد مأرب احتفالات بمشاركة جماهيرية واسعة لإحياء الذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر المجيد، في الوقت الذي يرابط فيه أقاربهم في جبهات الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة التي أرادت الميليشيا وأدها واستبدالها بالمشروع الإمامي السلالي البائد. لن نقبل ولن يقبل الشعب اليمني أن يكونوا عبيد، إلا أن يكونوا أحرار وأن يحرروا بلادهم من هذا العدو، من هذا الحوثي الخبيث الذي لا يريد إلا نفسه والذي يفضل نفسه على باقي اليمنيين. يحتفل اليمنيون بهذه الذكرى وأياديهم على الزناد، يذودون عن حياض الجمهورية بالدم ويرسمون معالم اليمن الجمهوري بأشلائهم، غير آبهين بجزالة التضحيات وعظمها. إننا لن نبخل ولن نمن على ما قدمنا ونقدم في سبيل الله نصرة لديننا ومبادئنا وهويتنا ووطننا، لأننا نؤمن بأن هذا واجب وحق وليس صدقة يتطوع بها من يشاء، وسنستمر في بذل الغالي من أجل الحفاظ على ثوابتنا وأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر. هنا احتشد أحفاد الزبيري والسلال والهندوانة والجارفي والسكري وغيرهم من أبناء صنعاء الذين صاغوا ميثاق الجمهورية ومبادئها وأهدافها مع أحرار اليمن وثوارها، ليؤكدوا أن الجمهورية قرار لا رجعة عنه، وأن الإمامة ماض بغيض دفنه اليمنيون في مزابل التاريخ. 61 عاما وصنعاء رأس حربة الصراع مع قوى الإمامة البائدة ومحط أنظار الصف الجمهوري ومحور اهتمامهم، ذلك لأن البعد الثوري الذي نشأ في جنبات المدينة وترعرع في كنف الجمهورية يأبى الضيم ويرفض حالة التسلط السلالية منذ عقود. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب.